السلام عليكم الخوت. اليوم نهار الجمعة إن شاء الله غادي نمشيو مشاون للسطيحات، غادي نعتبروها هذه رحلة السنة من الجبل إلى البحار بمشاركة مجموعة من الأصدقاء، غادي نقدموهم. تفضل أخي محمد. السلام عليكم. تبارك الله عليك. السلام عليكم. عندنا واحد 75 كيلومتر 74 اليوم. السلام عليكم، مرحبا بالجميع. تبارك الله على مجموعة أصحاب التحدي والمغامرات. اليوم إن شاء الله عندنا واحد المغامرة تحدي من شيفشاون إلى بوحمد، ما يقارب على 75 كيلومتر. مرحبا بالجميع. السلام عليكم، لنا الشرف نمشي مع هذا الأبطال هذا ما وغادي يكون خير إن شاء الله. هما لن أضيف أمام ما قيل، شكرا. وغادي تكون عبر مجموعة من الدواوير، كل واحد غادي نذكروه في الوقت اللي غادي نوصلوا له إن شاء الله. تحياتي والسلام عليكم. لا عبد الله، الله يبارك فيك. عبد الله تبارك الله عليكم. بسم الله وتوكلنا على الله، يا ربي وفقنا. تبارك الله عليكم، ساعة سعيدة. ما تنساوش تدعيو معنا. تبارك الله عليكم الخوت. تيشوكا السلام عليكم من جديد. حنايا تقريبا واحد 6 سوايع على الطريق، ولله الحمد مشايا سلام اللي خرجنا 3:15 الصباح إلى حتى دابا ما يناهز واحد 6:15 على الأقل. بعدك راه نحن في طبيعة رجالة، شتيها الإنسان
خلف فيه ولله الحمد. يعني الخروج ديالنا كان بكري هو اللي ساهم في الراحه ديالنا والارتياح ديالنا مع الاصدقاء كاملين. كنقول الله من راس العاق تبارك الله عليكم. وهي بغيتو تشوفوا الدراري هما الا قدرتوا تشوفوا ان شاء الله غادي نوريكم قطيع ديال الحلوف. ها هما ما تركزوا في الطريق مزيان، ركزوا في الطريق. امام لي قطعه ملي قطعه ملي قطعه ملي قطعه ملي قطعه. ما عرفتي واش تفسوهم ولا ما تفسوهمش. جينا ندور لبني محمد من بعد ملي جوزنا على جبل القرع. شكرا على القيدون ديالنا تبارك الله عليك اخي. وحنا في واحد المطاع اللي يقولوا له العين ذي سوكا، هنا ان شاء الله غادي ناخذوا الفطور ديالنا مع الدراري، وغادي نكونوا تقريبا ضربنا نصف المرحله، وما يناهز خرجنا مع 3:15 د الليل، ودابا ما يناهز واحد 10:30 ولا 10:15، حسبوها انتوما. تبارك الله عليكم وساعه سعيده. ولا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم الخوت. راه المسافة باقا طويلة، حنايا عاد خرجنا
عملنا من بعد ملي خرجنا من محمد عملنا بوب نار زيد اخي حمد تصورات بعد عاود نوري الحاج ديالنا نضربنا عاودنا نضربنا نضربنا دابا حنا راه في رجلة دابا راه إلا خارجين منا دابا راه غير تورا ديال مشكورة حنا في تورا ديال مشكورة بغيتي تهود بحالك نشتي لك أخشور عندك نص ساعة اللي بغا يهود راه فاين هذاك هو الشلال دقشور اللي من هاد الجهة هادية هي واحد 40 دقيقة غادي تفقشور وهود بحالك ديريك إلا ناقشور تبارك الله عليكم وهاد الطريق هادي اللي لا دعب مني هنايا راه هي هذيك الأزرار تبارك الله عليكم صافا السلام عليكم حنا طلعنا واحد العقبة ندور الأمور راسنا هو سريع ان شاء الله طالعين فحالنا دابا انتظمت في نيتك الغابه اللي محروقه راه فين هيا حتى تما غادي نطلعوا الى حتى نرس في نيتك القمه ان شاء الله الله يتبارك الله عليكم من بعد ملي وصلنا نتزلت عطاتنا واحد الهبطة ما يناهز 30 كيلومتر كامله حدوره ودابا راه الاربعة ونص الطراجي راه طويل وغاديش نقول لكم صعيب ولا شي حاجه وانما المسافه جد طويله وانا غادي نطلب لكم الكاميرا ونحاول نصور لكم شحال باقا المسافه من هنا للبحر اوكي هذا هو القناق هذا هو الاخر ديال القناق وهذاك راه هو خميس دلوطا وهذاك راه هو الى شفتوها هذيك هي البحر ولا سطيحات والله العظيم الى تصحصح الى تصحصح المدن مليبقاش هنا مثلا مركز ولا عنده شي جانب شي حاجه اللي راه كثرنا باش النهاية لهذا القناق خليني على الفوق تخليكم ما تشوف تكرف الجبل راه هو في النهاية السمسم تما كان لا اله الا محمد رسول الله
حنايا ضربنا المسافه وفينا بالعهد ديالنا وخرجنا الى حتى الواد القنار. ها هو وهو الفاصل ما بين محمد والسطيحة. ما قدرناش نكملوا في الحقيقه، ولكن غادي نشبر التاكسي اللي غادي يعبينا مني هنايا مني هنايا الى حتى السطيحة باش يجي من مورانا السابق ديالنا اللي عاملين معاه غادي يوصلنا للشاور. رانا مسخسخين وسمحوا لنا هكا علاش ملي يطلع النيفو اللي تهلك بنادم وملي يبقاش الانسان فرحته ملي يبقاش لقينا التصوير ملي يبقاش لقينا باش تبداع تعدى شي حاجه مزيونة. اللهم القليل ولا والو، لا تستحي من القليل فالحرمان اقل منه. تبارك الله عليكم، وما نوصلوا للبحر ان شاء الله عاود نعملوا عندها مثلا شي فيديو صغير اللي غادي يكون هو الختام. السلام عليكم. احنا يا دابا شابين التاكسي ان شاء الله السطيحات او ما الدار غادي يلخصوا لكم يا اخي كامل في كلمه. سي حميد تبارك الله على الشباب ديال الدار، تبارك الله عليهم وربي يحفظهم كانوا في المستوى. شكرا لك سي محمد. الله يبارك فيك. كامل الدراجي كان واعر ونعاودوا ان شاء الله بما شاف الشيء. تفاعلوا تفاعلوا مع احدث الجيب الله يرحم والديك، راك ضربوا المجهودات اخوتي الله يرحم والديك. صح شكرا بزاف. في البحر نعملوا شي تبارتينا مع بعضيات تنكونوا وفينا بالعهد ديالنا احنايا لايا. تبارك الله عليكم، وهنايا غادي يكون ربما الختام بالفيديو. وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى الفيديو القادم إن شاء الله نعملوا شي عومة ونبدلوا بها شوية الستريس اللي جوزناه خلال 18 ساعة. تشاو.